السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضل. ايه رايك في دكتور محترم جدا له في اعمال الخير كثير، ولكن اذا جاءه مثلا مريض للمساعدة يسأله هل تصلي ام لا؟ اذا كان لا يصلي يرفض مساعدته. مساعدته المالية ولا مساعدته في الفحص؟ في كل شيء، سواء كده او مساعدة مالية خارجية. لا، اصل المساعدة المالية يعني ممكن يكون في حاجة انت مش عارفها، ممكن يكون هو يخرج لهم مالا من زكاة ماله وهو لا يرى، هو مثلا على سبيل المثال يرى كفر تارك الصلاة، فيمكن يبرمجها على انه لا يساعد تارك الصلاة لانه كافر عنده. فلازم نفهم ايه الموضوع.